أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نحييكم من قناة الحوار على الهواء مباشرة في هذه التغطية الخاصة وهذا البرنامج، والذي نسلط الضوء من خلال هذا البرنامج وهذه الساعة على الأوضاع في سوريا، أوضاع اللاجئين تحديدا، والتي تزداد سوءا مع قرب الشتاء. يقدر عدد النازحين السوريين ب3 ملايين نازح، يقدر عدد اللاجئين السوريين أو المهجرين السوريين الدخل خارج نصف الشعب السوري، أي ما يعادل ربما 10 ملايين سوري أو ما يقارب، مع قرب فصل الشتاء. في هذه الحلقة نحاول نسلط الضوء على كيفية تفاعل العالم بأجمعه مع هذه المأساة العالمية التي ما زالت موجودة في سوريا، وأيضا التسليط الضوء على موضوع الحرب الدائرة في شمال سوريا، في الجبهة الشمالية تحديدا في كوباني، وهل أصبحت كوباني اسم يختزل به كل ما يجري في سوريا الآن؟ معنا في هذه التغطية السيد يوسف الحاج يوسف الناشط السوري. أهلا بك سيد يوسف. تبريرات برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لا تكاد تنقطع حول حجب المساعدات عن السوريين، أحيانا مساعدات عن آلاف اللاجئين السوريين مثلا في الأردن أحيانا، وفي أحيان أخرى تبريراتهم بعدم الاستطاعة إلى الوصول لأكبر عدد ممكن من اللاجئين السوريين. حتى هذه اللحظة وأمام واقع مزر مع اقتراب فصل الشتاء، كيف يبدو المشهد بالنسبة لملايين النازحين واللاجئين السوريين؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا لك أستاذ سرمد. الآن حقيقة موضوع الإنسان وموضوع اللاجئين بداية لا يخفى على أحد، هو موضوع معاناة مستمرة تزداد مع فصل الشتاء وأيضا مع فصل الصيف عندما يكون هناك غبار وقلة مياه، فهو موضوع يعني حيوي جدا ومعاناة كبيرة بل أحيانا يكلف الأرواح. ولكن لابد أن نعود قليلا للخلف. نحن رأينا أن الموضوع المساعدات الإنسانية في البداية ربط بنظام الأسد، كان لا تقدم المساعدات إلا عن طريق الأسد. في تقرير صحفي لنيويورك تايمز منذ أيام قليلة قالت أن 85% من المساعدات الأممية التي ذهبت إلى سوريا 85% ذهبت للأسد، أي ذهبت للأسد وشبيحته. كان العذر الهزلي أن لا يمكن إعطاء المساعدات إلا عن طريق النظام السوري بوصفه النظام الرسمي، مع أن كذبا وادعاء الأمريكان والغرب قالوا أن الأسد فقد شرعيته، ولكن كل المساعدات كانت تذهب عن طريق النظام السوري، أي تذهب للشبيحة. ولكن قالوا فيما بعد أنه مررت مساعدات عبر المناطق الجنوبية في درعا تحديدا ولم يؤخذ إذن النظام السوري. نعم، هو اتخذ قرار ربما من 2 أو 3 شهور تزيد أو تنقص بأن تذهب هذه المساعدات بدون حاجة لإذن النظام السوري. هذا لم ينفذ حقيقة، أو نفذ بشكل ضيق جدا. المساعدات كلها كانت تذهب عن العبور، نقاط العبور التي ترتبط بالنظام. ما أريد أن أقوله وأوضحه أن هذا الكلام تبين خاصة فيما يحصل في عين العرب الآن كوباني، أن هذا القرارات الإنسانية والمساعدات الإنسانية هي قرار سياسي بامتياز، وانصب على خدمة النظام السوري وحصار الثورة السورية. بالتحديد رأينا البارحة عندما طالعتنا وسائل الأنباء بأن الطائرات الأمريكية ترمي الأسلحة والزخائر لحزب العمال الكردستاني أو الكردي، حزب صالح مسلم والمقاتلين الأكراد في عين العرب، بمعنى أنها لا تحتاج لإذن من الأسد ولم تطلب شيء ولم تتذرع بالذرائع التي كانت تتذرع بها، بمعنى أن الذرائع السابقة كانت ذرائع واهية. ما نريد أن نقول أن أمريكا فعلا والغرب عندما يعطيك كيس رز أو علبة سمنة لابد أن يطلب مقابل ومقابل عالي جدا، وكانت الزريعة كما قلنا السيادة السورية لم نرى هذا عندما كانت هناك مصلحة للغرب والأمريكا بمساعدة المقاتلين الأكراد المرتبطين بها. ونحن أنا أود أن نفصل نميز بين الأكراد كشعب، أخوتنا في الدين، أخوتنا في كل شيء، في التاريخ في المستقبل، وبين هذه الأحزاب التي ارتبطت بالغرب وارتبطت بمشاريع تعادي مصالح الأمة. فإذا نحن لسنا ضد مساعدة الأكراد كأكراد كشعب بوصفنا، عانينا معهم حقيقة، ولكن هنا المساعدات تأتي لأحزاب معينة تخدم مصالح الغرب مثل صالح مسلم وحزب العمال الكردستاني. فإذا هي حجج سياسية، وإن كانت
يعني بوقاحة شديدة لأنها ارتبطت بالمساعدات الإنسانية حتى يزيد من معاناة السوريين. ونقطة أخيرة لابد أن ننوه عليها ونحن على فصل الشتاء، التحالف الغربي هذا الذي أتى وأهمل كل إجرام الأسد ولم يرد عليه، ضرب فيما ضرب من إجرامه، ضرب مناطق البترول مما زاد أسعار البترول أضعافا مضاعفة ونحن على فصل الشتاء، ضرب مصافي وأبار البترول في منطقة الجزيرة العربية، بنى تحتية كانت من ضمن الأهداف. ولكن سيد يوسف، يعني لدينا كم هائل وحجم كبير من التبريرات من جانب برنامج الغذاء العالمي، من جانب منظمات إنسانية، من جانب جهات حقوقية، من جانب كثير من المنظمات لديها كم هائل من التبريرات بأنها لا تستطيع الوصول إلى النازحين، لا تستطيع الوصول إلى اللاجئين في سوريا، لا ليس لديها إحصائيات كاملة، ليس لديها معلومات كاملة، ليس لديها حرية في التحرك. طيب الآن يعني نريد أن نعرف يعني العالم ودول العالم حتى هذه اللحظة هل هو جاد بمساعدة الشعب السوري؟ يعني هذا هو السؤال الأساسي حقيقة. الجواب بكل بساطة وبكل تأكيد بعد ما يقارب 4 سنوات لا، ليس جاد، بل أكثر من ذلك، هو القرار الإنساني يخضع للقرار السياسي وأرادوا محاصرة الثورة السورية ومحاصرة الشعب السوري. هذا الكلام ذرائع وحجج للاستهلاك المحلي، للرأي العام الغربي، للناس البسطاء حقيقة. ولكن كما ذكرنا قدموا مساعدات للأسد. ما معنى أن تقدموا مساعدات للأسد؟ 85% من المساعدات الأممية التي وجهت لسوريا وصلت للأسد وشبيحته، هذا كلام نيويورك تايمز. فإذا هي ذرائع حقيقة. وكما يعني ذكرنا عندما وصلت للأسد بالخطأ، لا لا لا، هذا قرار الأمم المتحدة من 2 أو 3 أشهر اتخذ قرار أنه يمكن إرسال مساعدات للمناطق المحررة دون إذن الأسد. قبل 2 أو 3 كان كل المساعدات التي تذهب عن طريق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية كانت تذهب للأسد ويوزعها على شبيحته. هذا كلام يعني كنا نتابعه لحظة بلحظة مسؤولون عنه، يعني كلام دقيق. اتخذ قرارا امميا من فتره يعني بحدود 2 أو 3 أشهر انه لا داعي لاذن الاسد، ولكن حتى هذا القرار لم يفعل. اما بما خصوص ما ذكرته انه صعوبه الوصول، هذا الكلام ايضا كذب. هناك امكانيه للوصول لاي مكان من المناطق المحرره، انما القرار السياسي كان لابد من حصار الثوره السوريه. وعلى الصعيد الانساني ربما تحدثنا من هذا المنبر الطيب، ربما تحدث غيري، ان الحصار السياسي والعسكري يعني معروف لم يعد يختلف عليه أحد، ولكن أتبع هذا الحصار السياسي والعسكري والمهلة الدموية ومنع السلاح أتبع بحصار إنساني حتى يرضخ الشعب السوري لما يقدمه الغرب وما تقدمه أمريكا من حلول. هذا الكلام نراه أصبح واضحا، لا يحتاج لتحليل، بل هو ليس تحليل، هو معلومات واضحة. هذا ما نريد أن نؤكد عليه والدلائل طيب. كثيرة الآن يعني لدينا سيناريوهات عديدة ربما نتوقعها بحلول فصل الشتاء، يعني مع هذا الكم الهائل من الحاجة إلى المواد الطبية، إلى الغذاء، إلى الأمان، إلى الكرفانات إذا صح التعبير في مع فصل الشتاء والأمطار، يعني سواء كان اللاجئون السوريون في المخيمات على الحدود الأردنية أم في المخيمات على في أي مكان، يعني الآن السيناريو المتوقع بالنسبة لدول العالم والمجلس الأمن، كيف سيكون موقف الغرب تجاه المواطنين السوريين؟ والله أنا أتوقع جديد، يعني الإهمال بل ليس الإهمال، يعني لو كان إهمالا ربما كان، بل هو إهمال متعمد أو حصار، لا نتوقع أي شيء. نحن عانينا بال4 سنوات فصول الصيف والشتاء، الغبار الشديدة، كثير من الناس من الأردن عادت لسوريا، عادت ورضيت بالقصف وقصف الإجرامي للأسد وقصف الطيران على أن تقعد بمخيمات الزعتري، ناهيك عن موضوع التعليم والعناية بالأطفال. الناحية الطبية، وأنا طبيب وأتكلم عن معرفة، الآن قبل كنت أن آتي كنت أتحدث مع أحد المسؤولين عن هذا الموضوع، هناك معاناة شديدة، نقص في المواد وإزدياد بالحاجات، هناك فصل قادم سيء أو عفوا يعني شديد أو قاسي،
إجرام الأسد لم يتوقف، قصف صواريخ حتى كيماوي تستخدم ببعض الأماكن، ولكن لا يوجد مساعدات طبية، بل أكثر من ذلك هناك حصار حتى هنا في الغرب، يعني في لندن في فرنسا تحت مسميات الإرهاب، أصبح الذي يريد أن يأخذ مساعدات يعد للألف مش للعشرة، لأنه سيتهم أنه يدعم الإرهاب. هذه لا نراها إهمالا، بل نراها قرارات مقصودة، لأن هذه الثورة السورية أرادت للمرة الأولى أن تتحرر من نظام الدولي، أرادت أن تتحرر وأن تكون مستقلة بعيدة عن هذا النظام الدولي، فأريد لها هذا. لذلك يعني كل الأحداث ربما تفسر بهذا الموضوع، أول محاولة جدية للتحرر من النظام الدولي الاستعماري الرأسمالي البشع حقيقة، ولذلك كان هذا الحصار الذي بلغ حتى حده الإنساني، لم يتوقف على الحصار السياسي والعسكري. اللاجئين السوريين، ولكن لدينا أيضا كم هائل من اخترنا بعض الفيديوهات التي تتزامن مع هذا الحال الذي يعيشه السوريون، ألا وهي الفيديوهات التي تتضمن مشاهد القصف من جانب النظام. ريف إدلب في تفدناس تحديدا، غارة للطيران الحربي تستهدف المدينة. عبينكوس عبينكوس الحربي عبينكوس، يلا يا مضاد شغل مضاد، يلا عبينكوس عبينكوس. الله أكبر الله أكبر، غارة الطيران الحربي مدينة تفتناز. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نفذ. الله أكبر، شوف الحين. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر، غرب طيران الحرب عنيد تفتناز. إذن كان هذه مشاهد قصف في ريف إدلب تفتناز، غارة للطيران الحربي استهدفت المدينة. أعود معك سيد يوسف، مظهر القصف في سوريا أصبح مظهرا عاديا إلى الغاية، يعني مظهرا عندما تشاهد مظهر سوريا السماء صافية فإن هناك خلل ما ربما، يعني في ظل التفرج الذي يصدر من جانب العالم، يعني ما المتوقع بالنسبة للمستقبل، مستقبل سوريا بشكل عام، هل سيظل الوضع على ما هو عليه؟ طيب نعم، بداية يعني هذا الإجرام وهذا القصف أنا عاينته شخصيا، أنا أذهب كل فترة هناك، أهلي وكطبيب أذهب لهناك. في 23 أو 24 نيسان يوم الخميس مجزرة الأتارب كنت فيها بعيد أمتار، في بلدتي كثير من المرات كنت أعيش، يعني هذا القصف والإجرام لا يستثني أحدا حقيقة، وهو من أبشع أنواع الإجرام ومن أبشع أنواع الخسة. مجزرة الأتارب كنا في سوق نشتري خيار وبندورة وحمص للفطور، وكان أكثر الموجودين بل كلهم من الأطفال والنساء والمشايخ والمزارعين الذي أتوا. القصف أسفر عن استشهاد أكثر من 240، هذا واقع يعني الذي يزوره يعيشه من كثرته وكثافته. أما في سؤال أنه ما هو المتوقع، حقيقة نحن رأينا أن القصف دائما يزداد مع الحراك الدولي. عندما كان جنيف 2 عقد في بداية هذا العام، إجرام الأسد وبراميله المتفجرة تكثفت بشكل مرعب على حلب، ولم ينبث أحدهم ببنت شفا. لذلك أصبحنا نتيقن ونحن نريد أن أهلنا في سوريا وكل المرتبطين بالثورة السورية والفاعلين فيها أن يدركوا أن الأسد لم يكن له أن يستمر بهذا الإجرام لولا الغطاءات الدولية، وإلا كيف تفسر أن يزداد القصف مع كل حراك دولي؟ كانت تحصل، يأتي كوفي عنان روبرت مود أو المبعوث العربي أو الأخضر الإبراهيمي يأتي ويزداد إجرام الأسد. يعني هذا الكلام يجعلنا نجيب على السؤال أين المستقبل. إذا ظللنا نرتبط ونظن أن الأمريكان والغرب أصدقاء الشعب السوري وأنه هم النصر من عندهم والفشل من عندهم، والله المستقبل أسود ومظلم. أما إذا اعتمدنا على الله سبحانه وتعالى ثم على قوانا الذاتية فما زال الوقت أمامنا للانتصار. المستقبل لا يمكن أن يرتبط بأمريكا، الوقائع تؤكد ذلك، وقائع سوريا وقائع العراق وقائع فلسطين. وهنا أنوه، فلسطين هي مثل جيد لمعرفة ماذا تريد أمريكا. عندما أنشأ كيث دايتون القوى الأمنية لعباس، رأينا هذه القوى الأمنية
المعتقل الفلسطيني يدعو الله قبل أن يعتقل أن يعتقل على أيدي الإسرائيليين المجرمين ولا يعتقل على أيدي قوات دايتون. الآن أرسل لنا ألان جونز أو جون ألان عفوا أرسل حتى كمسؤول للتحالف الدولي لما زعم أنه الحرب على الإرهاب، وهذه الحرب هي فقط لتحقيق مصالح أمريكا، هي يعني أتت بمشكلة أخرى حقيقة. نعم إن تنظيم البغدادي سبب مشاكل، ولكن لا يمكن أن يكون الحل من الأمريكان، الحل يكون من الداخل رقم واحد. وأيضا لابد أن ندرك أن الأمريكان أتوا ليخلقوا مشكلة أكبر تحقق مصالحهم. إذن المستقبل طالما أننا نعتمد ونظن أن الغرب هو حل، والله لا حل ولا شيء، وهذه العراق ليست عنا بعيدة، أتوا بالمالكي في أفغانستان، أتوا بكرزاي وبعد المالكي عملائهم، حيدر العبادي الآن في العراق وفي إيران، والنظام الإيراني نظام مجرم يعني إجرامه ثبت وكشف على 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 الثورة السورية، تصريحات هذا مساعد وزير الخارجية أن أمن إسرائيل يرتبط بأمن إيران كتصريحات مخلوف. طيب. وكثير من يعني الحل تعتقد أنه من الداخل، ولكن الواقع شيء وربما النظرية شيء آخر. يعني هل ترى أن واقع المعارضة السورية الآن هناك جبهة سياسية معارضة ربما تؤثر عليها موضوع المشاريع الإقليمية وتدخل دول الإقليم وما إلى ذلك؟ نحن الآن أمام واقع ربما يعني ضعف المعارضة ومن جهة، والتدخل الحاصل الغربي الآن من جهة أخرى. يعني نريد أن نعرف الآن مصير هؤلاء النازحين، هل نتوقع سيناريو سقوط الأسد؟ يعني هل من الثوابت أصبح الأسد موجود دائما؟ يعني هل نتوقع أن في يوم ما يزول هذا النظام؟ هل بحسابات الغرب هذا الموضوع؟ بحسابات الغرب يزول رأس النظام، يعني أثبتت جنيف التي عقدت في حزيران 2012 ثم مؤتمر جنيف بداية هذه السنة أن هيئة انتقالية، موضوع الأسد كشخص لم يطرح، ولكن في أحسن طموحات المعارضة التي ارتبطت وسارت في مشروع جنيف هي أن يذهب شخص الأسد ويبقى النظام وتحديدا المؤسسة الأمنية والعسكرية. وهذا الكلام حقيقة الأسد هو يعني مثله مثل أي حاكم، مثل أي عميل، مثل القذافي، مثل صدام حسين، يتخلى عنه الغرب إذا ضمن من يحقق مصالحهم. فإذا الأسد وكشخص لا قيمة له، المشكلة أن الشعب في سوريا قامت ضد هذا النظام. عدم تغيير هذا النظام برمته وأركانه هو خيانة لدماء الشهداء، هو نكوص على مبادئ الثورة السورية. هي ناحية. الناحية الأخرى، أنت ذكرت في سؤالك أن وضع وواقع المعارضة التي ارتبطت بالخارج والمشاريع الإقليمية والغربية، نحن نقول هذا الكلام ليس كلاما نظريا، بل نقول أن حل أي مشكلة يبدأ من إدراك أن هناك مشكلة. إلا ندرك أن الغرب مشكلة، وأن الغرب وأمريكا ساهمت في بقاء الأسد، بل هي التي أوجدته بعد أبيه. هل التحالف الأخير بنظر قوى الأسد؟ لا شك، الآن التحالف الأخير لتقوية صالح مسلم. صالح مسلم الآن هو عميل، ويعني عندما قال نائب رئيس الوزراء أو رئيس التركي، قال طلبنا من هذا من أسبوعين أو ثلاث، قال طلبنا ثلاث أشياء من صالح مسلم حتى ندعمه، أحدها أن يتخلى عن الأسد، رفض التخلي عن الأسد. نحن نعرف ببداية الثورة الذي سلم المناطق الكردية لصالح مسلم للبي واي دي هو نظام الأسد، فهو حليف للأسد. لذلك الدعم لصالح سلم الذي يتلقاه من التحالف الدولي والتركيز على عين العرب كوباني، هذا كله في خدمة النظام الأسدي وبخدمة مشاريع لا علاقة لها بها، لا علاقة للثورة السورية بها. الآن أنت تدعم حليف للأسد، كيف تسمي هذا الكلام؟ فبهذا المعنى نعم هو طيب. أخذ نفس من قبل الأسد. عودة بسيطة لموضوع اللاجئين الآن الذي هو الموضوع الرئيسي في حلقتنا هذا اليوم. يعني قرارات إنسانية صدرت من جانب مجلس الأمن تتيح أن تدخل المساعدات من غير إذن النظام، ما الذي لمس من هذه القرارات؟ يعني أكاد أقول صفر على الأرض حقيقة، لم يلمس شيء. هذه ناحية، يعني أو دعنا نكون أكثر دقة، قليل جدا، معظم المساعدات متوقفة، وهذه ناحية. المساعدات التي تأتي على قلتها تأتي لمجموعات معينة الآن تحت أستاذ هرمد، لابد أن ندرك بعد سنوات، يعني ربما عقود ليس فقط سنوات، أن قضية بلادنا استعمرت تحت مسميات جميلة، الانتداب
بعد الحرب العالمية الأولى. الانتداب كلمة كانت بتعريفها حتى مساعدة الدول الضعيفة. ثم بعد الحرب العالمية الثانية الوصاية، يعني الوصاية أو قبل الحرب العالمية الوصاية مع هيئة الأمم المتحدة. الآن هناك والانتداب والوصاية قررنا وعرفنا أنها استعمار واستعمار للشعوب. الآن هناك أداة جديدة غير الانتداب والوصاية، يعني ظاهرها الرحمة ومن باطنها دون العذاب، محاربة الإرهاب. ربما أنا وأنت نقول نعم نحن ضد الإرهاب، الإرهاب بمعنى اللغوي بشع، يعني شو إرهاب وتخويف الناس، ولكن الإرهاب هذا لا تستطيع أن تدخل علبة سمنة. أنت الآن رأينا ناس في 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 الغرب تم إيقافهم علشان جنريتر مولد كهرباء أرسل لسوريا. حقيقة هذه المساعدات بظل هذا التحالف الدولي الذي لا نعرف لماذا هذه الضخامة أصبح يؤثر حتى على المساعدات الإنسانية من قبل الأفراد ومن قبل الأمم المتحدة، بمعنى أنه لا يعطى إلا من يرضى عنه المشروع الدولي، أمريكا أو الأمم المتحدة أو سميه ما شئت. هذه المساعدات أصبحت تذهب لجهات معينة، هذه الجهات المعينة لا تصل لكل الناس بزريعة أنه هذا متطرف، ذلك إرهابي، ذلك مش عاجبنا، فيعطوها معهم ولمن يحقق. الغرب وأمريكا قررت بخصوص السلاح وبخصوص المساعدات الإنسانية لا نريد أن تصل للأيدي الخطأ، الأيدي الخطأ هي التي لا تحقق مصالح الغرب. فإذا نحن نقول هذا الكلام هو مؤلم حقيقة. موضوع اللاجئين وموضوع النازحين هو موضوع أصبح سياسي بامتياز، أصبح يعني يحاصر الناس ويركعه بكيس الرز وعلبة السمنة، وهذا ما فعله الأسد. يعني الأسد نحن رأينا، نحن لا نتكلم عن خيالات، الأسد استخدم سلاح التجبيع والحصار وعلى مرأة ومسمع من الأمم المتحدة. يكفيني أن أذكر المشاهدين بأن حصار حمص وفك الحصار تم تحت سمع وبصر الأمم المتحدة، لم يتكلم أحد، لم ينتقد أحد هذا الحصار، مع أنه إنسانيا وحسب ادعاءاتهم مرفوض هذا الحصار. فإذا الأمم المتحدة من خلال الدول الكبرى شاركت بالحصار وأقرته حصار بشار الأسد، فلذلك لن نستغرب. هم كما ذكرت عندهم ترسانة من الحجج والذرائع، طيب. حتى يعني يضللوا الرأي العام طيب. إذا نأخذ جانبا من أيضا من على الميدان، ينضم معنا بيبرز الثلاوي الناشط الميداني من حمص. أهلا بك بيبرز، حدثنا عن تفاصيل ما يجري في حمص الآن وعن الوضع الإنساني أيضا. السلام عليكم ورحمة عليكم الله. السلام ورحمة الله لكم جميع مشاهدينا الكرام. باب الكارثة الإنسانية لا يتوقف ولا يغلق في محافظة حمص بالكامل. نتكلم عن تصعيد عسكري وأزمة إنسانية وطبية. فنبدأ بالتصعيد العسكري الذي يشن نظام حي الوعر المحاصر منذ عام 4 أشهر. فاليوم النظام قام باستهداف حي الوعر بمختلف أنواع الأسلحة، كان بإسطوانات الأكسجين أو قذائف الهاون والصواريخ أيضا. هذا الأمر الذي أدى إلى توسع رقعة الدمار داخل الحي. عادة أن حال الريف الشمالي لم يكن أفضل، فيما أن حلق الطيران الروحي في أجواء المنطقة وألقى لا يقل عن 7 براميم متفجرة استهدف بها الأراضي الزراعية في مدينة الرستم. هذا القصف الذي قد شهدته قرية حوج حجو، هذه المناطق التي شهد قصف قذائف المدفعية. ولكن إنسانيا نتكلم نحن عن حصار يفرض النظام على جميع المناطق، إن كان حي وعر في المدينة أو القرى والبلدات موجودة في الريف الشمالي، فيمنع النظام إدخال مساعدات إنسانية وطبية، أيضا يمنع المصابين من الخروج من المناطق. فيما أن فصل الشتاء هو قد أتانا ونحن نشهد هذا الحصار المفروض، عدم وجود ملابس شتوية لدى الأهالي، عدم وجود أغطية للأهالي، لأن معظم الأهالي اليوم أبناء خمسة مهجرون، ممتلكاتهم قد سرقها النظام بما قاموا من تعفيش الأحياء قديما باقي الأحياء المحتلة التي قد دخلها النظام. نحن اليوم بحاجة إلى عناية أو بحاجة لمساعدات أن يقدمها المنظمات التابعة لحقوق الإنسان وأيضا منظمات الحقوقية. طيب هل هناك أي تواجد للمنظمات، منظمات الحقوقية حقوق الإنسان، أي تواجد لهم في حيث أنت يعني في حمص؟ نحن بشكل دائم نطلب من المنظمات الإنسانية ومنظمات الأمم المتحدة أن يدخلوا إلى مناطق ويعاينوا ما الذي يشعر به الأهالي وما هو بحاجة إليه. يعني لم تشاهد نشاطهم هناك؟
نشاطهم وإن شاهدنا نشاطهم فقط يكون نشاطهم من فترة إلى فترة أخرى، الفترة محدودة من 6 أشهر إلى 6 أشهر، ولكن النشاط الذي هم مداومين عليه فقط على الأحياء موالي للنظام، كل نحو شهر أو كل نحو 20 يوم يدخلون مساعدات إنسانية ومساعدات إلى الأحياء والقرى التي هي تحتسب تحت سيطرة النظام موالي للنظام. أما الأحياء المحاصرة المعارضة للنظام فقط حوالي 6 أشهر يتم إدخال كمية محدودة قليلة أيضا إلى المناطق المحاصرة. هذا ليس بعدل على الإطلاق، نحن نتعرض إلى إبادة جماعية، هذا بغطاء من قبل المنظمات الإنسانية إنها لا تقدم ما نحن بحاجة إليه، هو فصل الشتاء، إن عدم وجود أي شيء يساعد الأهالي من تقديم التدفئة للأطفال، عدم وجود أي شيء يساعد الأهالي لتقديم تدفئة للمصابين، فنحن بحاجة صدقا إلى مساعدات لكي تقوينا على أن نواجه هذا النظام المجرم الذي استخدم جميع أساليب القتل في محاولة مني للتضييق ولمحاولة مني لقتل أكبر عدد ممكن من الأهالي. شكرا جزيلا لك بيبر السلاوي، كنت معنا من حمص ناشط الميداني حول آخر التطورات الميدانية والإنسانية من هناك. إذا أيضا في حمص وتزامنا مع ما تحدث عنه أيضا بيبر السلاوي، نأخذ هذا الفيديو الذي يتناول آثار الدمار جراء القصف العنيف والذي استهدف حي الوعر في حمص. بسم الله الرحمن الرحيم، حمص حي الوعر، هذا هو حال المنازل بعد القصف العنيف الذي يستهدف الحي. حسبي الله ونعم الوكيل. دمار وخراب بمنازل المدنيين بسبب قصف قوات النظام. إذن كان هذا جانبا من الآثار الدمار جراء القصف العنيف الذي استهدف حي الوعر في حمص من جانب النظام والذي استهدفه النظام. طيب الآن أعود معك يا سيدي يوسف الحاج، يعني عندما يعني المتابع للصورة السورية يتبادر إلى ذهنه مباشرة، عندما يذكر أي شخص سوريا الآن يتبادر إلى ذهنه البيوت المدمرة، أسقف المنازل المنهارة، مدن الأشباح في سوريا، أي نقطة يريد النظام السوري أن يصل إليها؟ يعني بداية لابد ونحن نتحدث عن اللاجئين والأزمة الإنسانية أن العلاج الأساسي لها بمنع السبب. الكارثة الإنسانية التي في سوريا لم تكن بسبب زلزال أو بركان تفجر أو أي شيء، كانت بسبب مجرم اسمه بشار الأسد يريد أن يتمسك بالسلطة، كانت بسبب استخدامه للأسلحة التي حسب ادعاءاتهم مرفوضة، حتى الأسلحة الكيماوية. كان إيقاف هذا المجرم كان كفيلا بألا تتشكل هذه الكارثة الإنسانية. نحن رأينا أن هذا المجرم الأسد ونظامه يستجيبون ولا يعصون أمرا لأمريكا ولا للغرب. عندما أمروه ب2005 أن يخرج من لبنان خرج صاغرا زليلا، عندما أمروه أن يسلم الأسلحة الكيماوية خرج صاغرا زليلا. ما أريد أن أؤكد عليه ليدركه الجميع، خاصة أهل الشام أهل الثورة السورية وحتى المعارضة، أن الأسد لم يكن له أن يفعل ذلك لو لم يكن أخذ ضوءا أخضر بل ربما تعليمات من الغرب. حقيقة هذه نقطة لابد أن تدرك. الأسد يريد أن يدمر هذه الثورة السورية وأن يجعل الناس ترضخ لأي حل يقدم له، سواء حلول جنيف أو الحلول الآن دي مستورة. يتكلم رأيناه يتكلم مع حزب مع 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 حزب الله مجتمع منذ يومين أو ثلاثة ومع الإيرانيين. يعني هل هؤلاء القتلة حزب إيران يأتي منهم خير يعني ليشرك بالحل؟ يعني شيء عجيب. إذن الهدف هو إركاء هذه الثورة. لذلك مع كل ألم ومع كل أسف لا نستغرب أن ما ذكرت في سؤالك أن سوريا أكثر من 500,000 بيت مهدم، هذا الكلام منذ 3 أشهر، أكثر من 10 ملايين نازح بين هجرة داخلية وهجرة خارجية. إذن هي محاولة لتركيع الشعب السوري، هذا ما يراد لها بتواطؤ دولي. نقول هذا الكلام حقيقة كما قلنا، إذا لم نعرف عدونا لم نعرف خصمنا لا يمكن أن ننتصر.
يعني ما زال البعض يردد ويريد أن يعمل مع الأمريكان ويريد أن يدعو الأمريكان وأن الأمريكان هم الحل وأنه لا ربطة خبز تدخل بدون الأمريكان. هذا الكلام لا يجوز لا شرعا ولا عقلا ولا واقعا ولا سياسة. هذا المراد من هذا التدمير. الآن رأينا البارحة كان جون كيري في أندونيسيا، هو مشغول بحشد الدول يتحرك لجمع وتكبير التحالف، أكثر من 52 دولة لضرب تنظيم عمره أقل من سنة. أعلن دولة وما هي بالدولة، أعلن خلافة وما هي بالخلافة. إذن هو مشغول بأشياء أخرى، مشغول بمصالح أمريكا. لم نراه تحرك لأجل الرستن، لم نراه تحرك لأجل حلب، لم نراه تحرك لأجل الغوطة الشرقية، لم نرى. إذن نحن أمام وقائع لابد أن ندركها، وكفانا حقيقة وضع الرؤوس في الرمال. هذه الثورة إن لم تعتمد على الله سبحانه وتعالى وذاته وتعتمد مشروعا داخليا، هذا الكلام كنا نقوله نحن في حزب التحرير، كنا نقوله ونوزع منشورات ونقوله في المساجد، إن لم تعتمد على نفسها وذاتها والله لن يأتي خير. أنا أسأل المشاهدين، أسأل المعارضة، أسأل الدنيا كلها، اعطونا منطقة أو بلدا تدخلت فيها أمريكا أو الغرب وأتت بخير على هذه الأمة. لا يوجد. هذه العراق بجانبنا، هذه أفغانستان. هذا الكلام يعني إذا لم نفهمه الآن متى سنفهمه؟ هذا طيب. السؤال الكبير الآن المساعدات بالرجوع موضوع النازحين، المساعدات تقول أنها لا تصل بصورة مباشرة إلى المحتاجين لها داخل سوريا، هذا إذا لم نتحدث عن لاجئين خارج سوريا، ولكن في داخل سوريا هم الأكثر عرضة لخطر الشتاء و نعم هذا ما ذكر أيضا الأخ من نعم. حمص بيبرس. الآن المساعدات تصل إلى المناطق التي تخضع للنظام السوري. لدينا نفس المشهد ربما عندما ألقيت المساعدات على الأكراد في أثناء معركة كوباني بطائرات التحالف، سقطت وقالوا بالخطأ سقطت هذه المساعدات، أسلحة وأمور لوجستية وما إلى ذلك، مساعدات غذائية ربما بأيدي الدولة المقاتلي الدولة الإسلامية. يعني كيف لنا أن نحلل سيناريو الخطأ المستمر؟ الخطأ تذهب مساعدات بالخطأ للنظام، تذهب مساعدات بالخطأ لمقاتلي الدولة، يعني ماذا يجري بالضبط؟ يعني هذا الموضوع لا شك أنه مهم، ولكن بداية فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لا أظن أن المسألة خطأ. هناك كما ذكرنا آنفا هناك شيء مقصود حقيقة لحصار الشعب السوري. المساعدات ذهبت للأسد، والأسد يعني كان يستخدم التجويع والحصار، فإذا هو سلاح وإن كان على الورق محرم دوليا ولكن استخدم على مسمع ومرأة. الآن بالنسبة لموضوع الخطأ، هناك تساؤلات كبرى على موضوع التحالف الدولي فيما خصوص هذا الخطأ، ربما الإجابة بهذه الأجواء تكون هناك تساؤلات كبرى. ماذا يراد من هذا التحالف الدولي المزعوم لمحاربة الإرهاب؟ هناك نقاط نقول. أولا لقد قيل وأوباما هذا القول أن نحتاج لثلاث سنوات، وهذه كذبة كبيرة. لماذا ثلاث سنوات؟ بل أكثر من ذلك، هناك من تحدث عن 10 سنوات، أكثر من ذلك هناك من تحدث عن عقود وثلاثين سنة. أحد المسؤولين الأمريكان أظن جون كيربي أحد المسؤولين الكبار قال أن الحرب ليست على داعش فقط بل هي على الأيديولوجيا التي خلف داعش، ونحن أبناء المسلمين نفهم ماذا يقصد بهذا الكلام، بمعنى أنهم سيستعمروننا ويتدخلون بمناهج تعليمنا، وإذن الموضوع أكبر من تنظيم البغدادي. النقطة الأخرى، لماذا هذا النشاط المحبوم الآن؟ كما ذكرنا أكثر من 50 دولة، البارحة كان جون كيري في أندونيسيا ليحشدها ويضمها لهذا التحالف. فإذن الموضوع حقيقة لا يرتبط في موضوع التنظيم البغدادي. نحن في سوريا نقول أن التنظيم البغدادي مشكلة، ولكن أولا علاجه لا يكون بأمريكا، بل أمريكا تأتي لمسألة أخرى تهمها. الآن دخلنا في معركة ليست معركتنا. فإذا موضوع المساعدات الخطأ يشير إلى تساؤلات أخرى أيضا، ماذا تريد أمريكا؟ يعني هذا يعزز هذا السؤال، ماذا تريد أمريكا من هذا التحالف؟ هل تريد نصرة الثورة السورية؟ الجواب قطعا لا. يعني كما يقال شفناكم فوق شفناكم تحت يا أمريكا. يعني لا أريد أن أذهب يعني كثيرا هذه المساعدات اللي بالخطأ، لماذا لا تذهب بالخطأ يوما ما للاجئين السوريين مثلا؟ هذا سؤال طيب. نحن نقول كما ذكرت أنت في سؤال سابق، تزرعوا بترسانة من الحجج والواهية. لو كان الغرب مهتم للأطفال السوريين لنساء سوريا مثل ما رمى من الجو أسلحة ومساعدات لعين العرب، كان ممكن أن يرمي
لأهل حلب، لأهل الدير، لأهل الغوطة الشرقية عن طريق الأردن، كان هذا ممكن، كان ممكن أن تصل مساعدات للبنان. فإذا يعني أستاذي الكريم سرمد، يعني حقيقة يعني الأمر لا أظنه يحتاج لشرح كثير. أمريكا لا تريد أن تساعد الشعب السوري، هذا الكلام ليس للتصبيط. نحن نقول الله سبحانه وتعالى ثورتنا بدأت، يا الله ملنا غيرك يا الله. فإن لم نضع هذا الشعار استراتيجية كاملة حقيقة لن يأتينا خير. نحن محاصرون، الثورة مستهدفة، إنها أول محاولة للانعتاق والتحرر. إن لم نعي ذلك ونضع خطط على هذا الأساس فإن وضع الثورة السورية في خطر. طيب اسمح لنا فقط نأخذ فاصل قصير ثم نعود. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود بعده، فابقوا معنا. حضارة عمرها آلاف السنين، ما في بلد بالعالم شافت ثقافات وحضارات وأديان قدها. كل تاريخها كان تعايش وحب وسلام، وما رح نسمح لنقطة سودة أنه تغيرنا. نحن أكبر من هيك. نحن سوريا. أحيانا بتكون الذكريات هي أغلى شيء بيملكه الواحد، أو حتى يمكن الشيء الوحيد. لساتني شايفة الورق على الغصون عم يلعبها الهوى، صوت الأذان بعده بإذني، عصافير الشام بعده بالسمع عم تسبح ربه، وبهالحيطان لساتني شايفة كل شي. أخي عمور كان يحب يأكل طبخة امبارح على الفطور، ماما كانت تتخانق معه على هالشي، بابا كان يقول لها تركيه على راحته، صحة وهنا.
بابا كان ياخذني على المدرسة كل يوم، وأخي الكبير خالد كان يرجعني. شغله كان قريب كتير على مدرستي. كان هلأ كلهم راحوا، راحوا راح غيرهم كتير، مشان سوريا، مشان نرجع عيد وحدة. سوريا ما عاد تقبل غير هيك. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه التغطية التي نطل من خلالها على المشهد السوري بآخر تفاصيله. إذن نعم سيد يوسف، كنا نتحدث عن دعوات لمساعدة مئات آلاف اللاجئين السوريين مع بداية الشتاء. حتى هذه اللحظة كيف أو ما هي السيناريوهات المتوقعة بالنسبة للاجئين سواء كان في سوريا، في الأردن، في يعني في دول الإقليم، في لبنان وفي الداخل، ما هو المتوقع في الشتاء؟ والله لنا الله، لكم الله يا أهلنا، لكم الله يا أهلنا. حقيقة يعني الواقع أثبت خلال هذه السنوات وتجارب أخرى يعني أن ليس لنا إلا الله سبحانه وتعالى. نحن قبل الفاصل كنا نقول هذه الثورة كانت تقول يا الله ملنا غيرك يا الله، فعلا. وهذا الكلام يعني صحيح واقعا. ليس لنا إلا الله سبحانه وتعالى. نحن ذهبنا إلى سوريا، رأينا المشافي، رأينا الحالة الإنسانية، مشكلة انقطاع الكهرباء، لم يتحرك أحد. يعني كما قلنا حركات فردية قامت، الحركات الأممية ذهبت للأسد، الحركات الفردية غير كافية. فضلا عن ذلك منذ أشهر، منذ أن يعني طلع الغرب بوصف ووصم الثورة السورية بأن ثورة متطرفين وثورة إرهابيين، أصبحت الأعمال الفردية يعني غير ممكنة وغير متيسرة. أصبح الإنسان يفكر كثيرا من المرات قبل أن يكون اليوم قال ديفيد كاميرون أننا سنتابع الجمعيات الخيرية التي تختبئ بوصف الخيرية وهي تدعم الإرهاب. هذا يجعل هذا الكلام يعني تضيق على العمل الإغاثي حتى الفردي. فلذلك نقول لنا الله ونعم بالله. نحن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا ننتظر خيرا، ولا يجوز أن ننتظر خيرا، بل يجب ألا ننتظر خيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. لدغنا من هذا الجحر مرات ومرات. ميدانيا تجدد القتال والقصف العنيف اليوم الأربعاء في مدينة عين العرب كوباني شمالية سوريا، بعيد هجوم شنه تنظيم الدولة الإسلامية من عدة محاور وسط مقاومة شديدة من المقاتلين الأكراد السوريين. أسقط عشرات القتلى من التنظيم والفصائل الكردية في اليومين الماضيين، في حين استمرت غارات التحالف الدولي. وتعرضت المدينة ظهر اليوم لقصف عنيف من تنظيم الدولة بعد ساعات من الهدوء النسبي. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 30 مقاتلا من تنظيم الدولة الإسلامية وأحد عشر عنصرا كرديا قتلوا في الساعات 24 الأخيرة. وأضاف أن ما لا يقل عن ثلاثة من التنظيم سقطوا قتلى في غارات للتحالف الدولي. ووفق المصدر نفسه فإن الاشتباكات التي بدأت مساء أمس وتواصلت حتى الساعات الأولى من نهار اليوم شملت محور طريق حلب الذي يؤدي جنوبا إلى حلب ومنطقة ساحة الحرية ومحيط المربع الأمني وغربي سوق الهال. وأضاف المرصد أن التنظيم استخدم تعزيزات إضافية لدعم مواقعه في عين العرب، وكان قد استجلب قبل أيام تعزيزات من الرجال والعتاد من مدن منبج وجرابلس والباب بريف حلب الشمالي. واستولى تنظيم الدولة على صناديق من الأسلحة والذخائر التي ألقتها طائرات أمريكية للمقاتلين الأكراد بواسطة مظلات. وتحاول القوات الكردية المدعومة من طائرات التحالف صد هجمات عناصر التنظيم في الوقت الذي قالت فيه تركيا إنها سمحت لمقاتلي البشمركة من كردستان العراق بالعبور إلى مدينة عين العرب كوباني. إذن سيد يوسف، يعني الآن وكأن المشهد السوري تحول إلى مشهد الصراع وعمليات الكر والفر في كوباني حصرا. نعم. كيف تفسر هذا الموضوع؟ هلا بداية لابد أن نتكلم بعض الأفكار على موضوع عين العرب كوباني.
الآن نرى أن هذه المعركة بداية هي ليست معركتنا، ليست معركة الثورة السورية، هي معركة أريد منها أشياء كثيرة، منها أولا وأخطرها أنها دق سفين آخر بين أبناء هذه المنطقة، أبناء هذه الأمة الإسلامية تحديدا. هم جعلوا الثورة السورية كأنها حرب أهلية وحرب بين السنة والشيعة. الآن لم يكتفوا بذلك، يريدوا أن يكرروا سيرة العراق والمشروع الأمريكي في العراق لدق سفين بين الأكراد والعرب. مسعود البرزاني وهو أحد عناصر المشروع الأمريكي أو المشروع العراقي الذي يقول أن الأكراد كلهم مستهدفون. نحن كما ذكرنا ولا بد أن نؤكد أن نميز بين الأحزاب العلمانية، بين صالح مسلم، بين عبد الله أوجلان وبين الشعب الكردي. الشعب الكردي إخوتنا في التاريخ والعقيدة وفي المستقبل. إذن هي لدق إسفين بين العرب. هناك أصبح مصطلح جديد اسمه العرب السنة، وكأنهم ضد الأكراد. نحن لسنا لا يمكن، وهو ما يعني خرج في العراق أو شاهدناه في العراق، ولكن الغرب الآن وأولويات الغرب كيف يفكر الآن؟ يعني من جهة يصرح أو يعني واشنطن تقول إن ليس من أولوياتها كوباني كما العراق التي هي معركة الأساس مع مقاتلي الدولة، ولكن الآن أحيانا يقولون أنها ليست أولوية عين العرب، أحيانا يقولون أن الأولوية العراق، ومرة أخرى يقولون أن الأولوية هو دعم المعارضة وتسليحها، ولكن هذا يتطلب وقت. ما هي الأولوية بالنسبة للغرب الآن؟ يعني جميل هذا السؤال، مشكور. لا شك لابد أن نؤكد أن الغرب أو أمريكا تتقصد هذا الغموض لأن لها أهداف مختلفة. يعني موضوع عين العرب أو موضوع الثورة السورية أو موضوع هذا التضارب في المعلومات لا يصدر عن قوة عظمى مثل أمريكا، فإذا هي تتقصد الغموض. لذلك رأينا أن رجب طيب أردوغان يعني له تصريحات نارية، ورأينا بالأيام الماضية تحركات للأكراد، ووصفها النظام التركي بأنها يعني لزعزعة استقرار تركيا، بل فرض على تركيا كما تابعنا أن تتدخل لحماية حزب عبد الله صالح مسلم. قال هذا الحزب امتداد لحزب إرهابي، أنا مصنف عندي إرهابي عبد الله أوجلان. بل أكثر من ذلك، يعني رأينا فرض عليه أن يسمح للبشمركة للدخول لكوباني. هذا الموضوع نراه يرتبط بسياسة دولية خطيرة. أمريكا لها مشروع أعلنت عنه عندما أتت لغزو العراق وإسقاط صدام حسين، مشروع الشرق الأوسط الكبير. أمريكا ترى أن حدود الإجرامية لسايكس بيكو التي نتجت عن إسقاط الخلافة العثمانية، تقسيم بشع بين الدول العربية، لم يعد كافيا، لم يعد يؤدي المصالح الاستعمارية لأمريكا الدولة الأولى. لذلك تريد أن تنشئ دولا إثنية عرقية للأكراد، للشيعة، للمسيحيين. فإذا يبدو أن هناك تفعيل شديد واعتبار أن هذه فرصة. لذلك النظام التركي يعني هو متوتر ويخضع لضغوطات شديدة. تحريك الأحزاب ودعم الأحزاب الكردية التي تطالب بوطن قومي كردي واللعب على هذه المشاعر هو واضح في هذه الأيام. لذلك الخطورة من هنا، نحن نربى بأهلنا الأكراد أن يسيروا خلف هؤلاء السياسيين من أمثال صالح مسلم الذي كان معاديا وما زال للثورة السورية، أو هذه الأحزاب العلمانية التي تعادي عقيدة الأمة وتعادي طبيعتها وتاريخها وحضارتها. إذن المشروع يجب أن يؤخذ في هذا السياق. أذكرك وأذكر المشاهدين أستاذ سرمد أن جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي هو من أشد المتحمسين لمشروع الشرق الأوسط الكبير الذي وضع أسسه الأساسية شيمون بيريز. فإذا لابد أن تؤخذ هذه الأمور بهذه السياق. هذه التصريحات المتضاربة لا نراها إلا من باب التضليل. لذلك هناك خشية، يعني هناك خشية عند الأتراك القيادة التركية. ونحن نقول أن رجب طيب أردوغان كان بإمكانه أن يكون زعيما لهذه الأمة، ولكن لماذا حصر خياراته بالسياسة الدولية؟ فرنسا حتى تخشى من ذلك. التصريحات البريطانية وله وكلها دول استعمارية، ولكن تقول لا يوجد استراتيجية واضحة. أمريكا تتعمد هذا الغموض لتنفيذ مشاريعها خطوة خطوة، وسياسة الخطوة خطوة معروفة وواضحة هنري كيسنجر. إذن لابد أن يقرأ الموضوع في هذا السياق، وإلا يعني نصحى كما يقال بعد أن تقع الفأس بالرأس. مشروع خطير لابد من إفشاله، ونحن قادرين على إفشاله. نعم. بقطع الاتصال مع الغرب ومع الحكام. شكرا.
الذين يتعاملون مع الغرب. شكرا جزيلا لك سيد يوسف الحاج يوسف الناشط السوري على حضورك معنا في الاستوديو. شكر موصول لكم مشاهدين على حسن متابعتكم، ونلتقيكم على رأس الساعة المقبلة في الملف المصري ونافذة عليه. إلى اللقاء. أفواه سياسة ثابتة، وحينما توضع الحواجز أمام الآراء تفتح الحوار للمشاهدين باباً للتعبير عن آرائهم بحرية تامة. الرأي الحر فضاء حده الزمان. تتصاعد الأحداث في العالم العربي، يتراجع الخبر في بعض الدول ويزداد سخونة في دول أخرى، ويبقى الحدث الفلسطيني حاضرا على أجندة الحوار. نتابع الخبر الفلسطيني، نحلله ونبحث في تفاصيله وندرس تداعياته على الأرض والقضية والإنسان. بانوراما فلسطينية تأتيكم على الهواء مباشرة الجمعة الساعة 5 مساء بتوقيت غرينتش. سير ابن آدم عجب فيها البشر ألوان، ما بين خسيس وعزيز، دول دون ودول فرسان، وسيف هلالي هلالي منصور في كل ميدان. اسمع حكاوي ذهب، ده سوق الذهب غالي، محسوبك وانا راوي، مين اللي قال عطشان؟ كان كفر من ضمن الكفور، متحامي فيه شيخ الغفر، في البندقية وكم نفر، فاكر هيفلت من الدعاء ولا هيهرب من القدر؟ كان كفر من ضمن الكفور، ما فيهوش
الشيخ إمام الزاوية فين؟ قال استقيم واستو والصف أعوج من عمين. يوم من قتل أخو عبد غفور رح يشتكيهم للحسين. الشيخ إمام الزاوية فين؟ قال استقيم واستو والصف أعوج من عمين. يوم من قتل أخو عبد غفور رح يشتكيهم للحسين. قبطانه كان متعطش أو من دم أخوه، أفتوا بإن ملوش صرا وقالوا اطردوه. الدم لازم يتغسل علشان نقابل ربنا. طب واللي قبله قبلنا وغرقان في دمه وعاص نزيفه بالمعاصي، ايد اللي قتله طرحة امه. يا كفرنا مالك صلاة دايما تخاف المحصلة، يا كفرنا مالك صلاة دايما تخاف المحصلة، وتنادي حي على الرغيف وتبكي بحر نادي حي على الرغيف وتبكي بحرقة على الوطن. والوطن نص الإيمان بس شعبه اللي كفر، بين اللي سلم واللي خان واللي باعه الشيخ غفر. Oh,